فاعتبروا يا أولي الأبصار وتنبهوا، فكما قال المصنف: فتبا لمن كان أبو جهل ومن معه أفقه بمعنى لا إله إلا الله منهم. من يعني؟ من هم الذين أبو جهل أفقه منهم؟ من يعني الشيخ؟ ها؟ ماذا؟ عباد القبور، عباد القبور الذين يذبحون للقبور وينذرون لها ويستغيثون بها ويدعون أهلها من دون الله ويقولون: مدد يا فلان، أغثنا يا فلان. هؤلاء هم المعنيون. هؤلاء يرددون لا إله إلا الله مليون مرة، فهل نفعهم هذا الترداد؟ لم ينفعهم، لأنهم نقضوها. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الحسين بن عبد الرحمن رحمه رضي الله عنه: كم تعبد من الآلهة؟ قال: 7، 6 في الأرض و7 أين؟ في السماء. قال: فما الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: إذن اترك هؤلاء الستة واكتفي بعبادة من في السماء. فأسلم رضي الله عنه. فإذن القضية خطيرة جدا منطقا، يعني جعل يعني لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله.